لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعدك مصر تعاني، وبعدك مصر على غلطك، وبعدك أحكي وياك وما تجاوب. أنت شلون ولد عاقل؟ أنت شلون ولد ما تحترم أبوك؟ بعمركم شفتوا هيك جيل؟ جيل مخربط، جيل عاقل والدي وما يسمع الكلام، جيل متمرد. على كيفك، اهدى استرخي. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: خلقوا لزمان غير زمانكم. مو هالشكل؟ اي بس مو هالشكل. هسه بالترتيب، بالوظيفة، بالمصرف، خلقوا لزمان غير زماننا، بس مو ما يحترم وما يقدر ولا يسمع الكلام. يعني انت علمته وانطيته هاي أساسيات الحياة وما سمع لك؟ اي طبعا، ربيته أحسن تربية. أنت تتهم أنه ابنك عاق؟ عاق وما يحترم، طالع عن الطريق. بس شلون صار هالشكل؟ ما تحس أنه أنت أهملته فترة طويلة حتى وصل إلى هذه الدرجة من العقوق؟ مستحيل، وكل الأحوال عن أبوه. وفرت له كل شيء يحتاجه؟ كل شيء سويته بذاتك. صادقته؟ حكيت وياه؟ شفت شنو النقصان حتى توفر إله؟ كل اللي في دار التحليل. مستحيل، لأن شاب يوصل إلى هذه المرحلة من الحقوق إلا أكو فجوة بينك وبينه استمرت لأيام طويلة حتى وصل إلى هاي المرحلة من الحقوق والضياع. ابني صار من النوع اللي ما يحترم، ما يحب. وعلمته شلون يحترمك ويقدرك كأب؟ طبعاً علمته، بس هو وصل مرحلة صارت تصرفاته كلش تعبانة، بحيث ما يحترمه. أمير، يلا تعال شغلك. قلت لك ما أطلع اليوم للشغل، يعني ما أطلع. شنو ما تطلع؟ تريد تخلص لي فرفرة بالكوفيات والقهاوي؟ روح توكل واطلع اشتغل أحسن ما تظل قاعد لا دفع ولا نفع. روح! أهو أنا ما أحب هاي الشغلة، أنا أصلا مو دايح. يا بذا ما طلعت ماكو لا أنت ابني ولا أنا أعرفك. افتهمت لو لا؟ مو قلت لك ما أطلع يعني ما أطلع. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو ابن هذا، مصيبة. الفرق بين سوء الفهم والعقوق شعراية. أكو اختلاف متبادل بين جيل الأبناء وجيل الآباء. مرات الأب هو يدفع الابن أنه يكون عاق لوالده بسبب الضغط المستمر عليه، مثل ما شفنا بالمشهد، بسبب أو بدون سبب. شفت شلون تصرفاته قبيحة وما مقبولة؟ أنت ما خليته يتصرف على طبيعته، كله ضغط ورا ضغط ورا ضغط، ما خليت عنده شخصية أبدا. شنو تكون ردة فعله برأيك؟ شنو عبالك ما حكيت وياه؟ ما حاولت أستوعبه؟ أنت غلطان كلش. أصلا أكو مرات بدون أي سبب ينفر مني، وكأنه دا يتعامل ويا واحد من الشارع مو ويا أبوه، وأنا وياه بنفس البيت. خليك حقاني من تحكم على الناس ولا تتسرع. أنا ما أحكم على أحد إلا عندي أدلة عليه. وقلت لك كم مرة لا تتأخر برا البيت؟ أنا مو صغير. أنت صغير ما دام أنا أبوك. وقلت لك لا تتأخر لأن أخاف عليك. لا أنا مو صغير، وأعرف مصلحتي كل زين. وبعدين أنا نسيت رايح أباع الطوبة ويا جماعتي. وتباع الطوبة ويا جماعتك النص الليل؟ يا بنت هوايت لي حظل بس تحاسب بيي. حضرة جنابك أبوك من أحاسبك؟ أحاسبك وأحاسبك وأظل أحاسبك وأضربك إذا ما تغير أسلوبك وطريقة كلامك. يا بنت شيخ قديم، أي شيء أقولي أضربك وأضربك وأضربك. شنو أنا زعطوط؟ زعطوط وناس. لكنه يرى أن والده مثلا ووالدته كبيران في السن، ويلزمهما العناية وصرف المبالغ الكبيرة على نقلهما إلى المستشفيات وإلى الأدوية وإلى ما هنالك. فإذا هذه واحدة من الأسباب أيضا
التي يعني يجنح بعض الأولاد طبعا وهم مخطئون، نحن لا نقول أنها أسباب إيجابية وأسباب أنه تنفعهم في أنه يتخلوا عن آبائهم، لا بالعكس، يفترض أنه بر الوالدين والإحسان إليهم والإنفاق عليهم الله سبحانه وتعالى يضاعفه بأجور وحسنات كبيرة وأجور عظيمة جدا أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا قلنا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في حديثنا بهذه العجالة عن هذا الموضوع هي أنه ما هي الأجور الإيجابية على بر الوالدين وما هي الآثام التي المترتبة على عدم برهم. طبعا كيفما تكون يولى عليكم، هكذا يقول القرآن الكريم، فمن يتخلى عن أبويه ويبتعد عنهما فالعقوبة الأولى التي يحصل عليها فيما بعد أن أولاده سيتخلون عنه وسيلقوه على قارعة الطريق. هذا بعد يعني حكم الله سبحانه وتعالى من أنه كيفما تدين تدان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي أهم شيء في هذه الحياة الدنيا، أن الإنسان يكون مرضيا، يكون مرحوما، يكون مقبولا، يكون في معرض طاعة الله سبحانه وتعالى من خلال ماذا؟ بر الأبوين. فإذا أبعدهما أبعده الله سبحانه وتعالى عن طاعته، كيف يكون ذلك؟ بنص الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وطاعته في طاعتهما. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كأنما جعله الرب الثاني، وإن كان الرب الحقيقة الله سبحانه وتعالى، وإنما بالواسطة، لأن كلنا خلق الله سبحانه وتعالى كما في من بيننا أيضا الآباء. هذه النقطة الثانية. الثالثة التي أختم بها وهي أنه، وهذه للأسف شديد يعني مسألة غائبة عن كثير من أبنائنا وبناتنا اليوم وأجيالنا، أن بر الوالدين له علاقة بتواجد الوالدين على قيد الحياة، أم أن برهما يتجاوز ذلك، بمعنى أن يصل إلى ماذا؟ إلى قبولهما إلى وهما ميتين. نعم، بر الوالدين حيين أو ميتين، أنا اليوم أبر أبي وأمي لمصلحة دنيوية أو للاستحواذ على الإرث أو على المغانم أو لكسب رضاهما حتى أفعل كذا وكذا فيقبلان مني، لكن حينما يزولان يزول الإرث ويزول كذا. هذا إذن بمنفعة آنية، منفعة شخص، لكن الذي يبرهما بزيارة، بدعاء، بصدقة، بدفع الحقوق الشرعية عنهما والمظالم وذكرهما دائما وإقامة المجالس والتعزية لهما واستدامة ذكرهما، هذا يقينا أمام الله سبحانه وتعالى له أجر عظيم وسيوكل الله. لحظة، هذه يعني أيضا فيها إجابة جدا عدالة الله، أنه يفترض أنا كنت بارا بأبوي وهما ميتين فمت ولم يكن لدي أولاد، سيقوض الله سبحانه وتعالى، سيأتي ببعض من الملائكة الذين يستذكروني بعد مماتي. إذن ما هي منزلة بر الوالدين؟ منزلة عظيمة ويفترض أن نلتفت إليها جميعا. آلاف المرات حاولت أتفاهم وياه وأحكي وياه بشكل صحيح، بس يا أخي هو مطينة متمردة بكل صوت أمه وخواله. زين، هو ليش يسمع كلام خواله ما يسمع كلامك؟ حظي غير حظي. لا، مو حظك، دلالة على أنه متأثر بيهم وما متأثر بيك. أنا قاعد أشتغل، قابل أقعد أربيه. يعني تعترف أنه أنت مخطئ وما كنت تطيب من وقتك تحكي وياه تحتوي وتستوعب أهمية. واجب الأب يجيب لك مت ليش؟ مو يقعد يحكي على جهالك. ومرت سنين وسنين وأنت ملتهي ولا داير لبال، حتى من كبر وراد يطلع وياك ويتعرف عليك ويصادقك شنت تمنعه. بابا خلي اروح وياك. انا رايح للفاتحة. ما خلي خلي اروح وياك. لا، ابقى هنا بالبيت وكمل دراستك. بابا اليوم جمعة ما عندي شيء، خلاص الدراسة. لا تلح، من اقول لك ابقى هنا بالبيت يعني ابقى بالبيت، وماني خلق المزعطة. يلا قعد. شوف الفجوة شلون بدأت تكبر ما بين الأب والابن بسبب سوء الفهم. الأب دائما مشغول، وإذا يجي يطلع ما يأخذ ابنه وياه ولا يتعرف عليه ولا يصادقه، حتى لو متواجد بالبيت مشغول عن ابنه ولا عن ابنه، وإذا تعامل وياه يتعامل وياه بديكتاتورية. شفت الولد حاول يفتح موضوع مع والده، حب يطلع وياه، لكن الأب ما يسمع له، وأيضا كل آراءه يضربها عرض الحائط.
شلون كنت بعيد عنه؟ شنو بعيد؟ وش ما أسوي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هاي الآية للأب الطبيعي اللي ينطي حب وحنان واحترام ويصادق أطفاله. وذات كل شيء سويت، بس هذا حظي وأعرفه. مو حظك أبدا، لوم تصرفاتك وأسلوبك. يعني راح ترجع تحملني المسؤولية، وقلت لك أني أب مأجني عليه. لا، أنت جاب وكل هاي السلوكيات اللي تشتكي من يمها أنت زرعتها نفوس أطفالك، فما إلك أي حاجة. نعم أعزائي المشاهدين، طبعاً ما خفي كان أعظم. خلينا نشوف أنا وياكم أعزائي المشاهدين بعض السلوكيات اللي زرعها بنفوس أبنائه هذا الشخص، وبعدها عايش دور الضحية. جيت تريد فلوس؟ أبغي أشتري مستلزمات الرسم. معلمة قالت لازم تشترون ألوان الكراسة. شنو المعلمة صارت أبونا؟ مو كل شي تقول المعلمة يعني صح 100%. وبعدين تعال، أنت إيش لابس؟ أنا مو قلت لك ما تلبس هذا التيشيرت؟ تروح تفوت هسه تنزعة، وإذا شفتك بعد لابسة أنا أعلمك فهمت ولا؟ رشي مستلزمات الرسم. قلت لك ماكو، روح مشي شو ما كان. يلا شفتوا شلون دا يعلمه يتمرد على المعلمة من صغره، وأيضا يعامله بكل قسوة ومن دون رأفة، ويريد يكون ابن بار. شفتوا مثل هذا التناقض؟ يخطئ من يظن على أن عقوق الوالدين سينحصر آثارها على أسوار الأسرة فقط أو علاقته الشخصية بأسرته فقط. هذه القيمية الغير أخلاقية لها امتدادات كبيرة وخطيرة جداً على مستقبل الإنسان وعلى أمنياته وعلى سعادته التي يرنو إليها. كلنا نتمنى السعادة في شؤونات حياتنا، في واقعنا العملي، في واقعنا أو في أمنياتنا الزوجية، الاقتران بزوجة صالحة، في ذرية صالحة، في كسب أمور مادية ربما تتعلق بحياة الإنسان في طول عمره. هذا القانون، قانون العقوق، له تجذرات سلبية حتى على طول عمر الإنسان، سيقصر عمر الإنسان. ثم قوانين تحيط بهذا القانون الأخلاقي القيمي الذي أكد عليه القرآن وأكدت عليه السنة النبوية بأحاديث وحذر منها تحذيرا كبير. هذا القانون لا يمكن للعقل الفلسفي الاجتماعي غربياً كان أم شرقياً، إسلامياً تبنى الفلسفة كمنهج عقلي لتفسير بعض الظواهر أو غيرها من رؤى فلاسفة الاجتماع، يقصد كل هؤلاء عن الإحاطة بقانون العقوق. ولعلي إذا أشرت إليكم على أن الظنك الذي تعيش به أكثر الشعوب ومنها واقعنا المعاصر في العراق، شكوى الشباب وشكوى الأسرة وشكوى النساء من الضنك في كثير من حالات العيش الغير مرضي لنا، كلها تتعلق بحقيقة حقوقنا لوالدينا وحتى الكبار منا. فالعقوق تمتد قوانينها إلى ما بعد موت الوالدين، ليس فقط هي منحصرة في حياة الوالدين. هنالك أحاديث لأهل البيت أنقلها بالمعنى، منها قول صادق وآل محمد صلوات الله عليه، قوله رب ولد بار لوالديه في حياتهما عاقا لهما بعد وفاتهما، ورب ولد عاقا لهما في حياتهما بارا لهما بعد وفاتهما. إذن عملية العقوق والتحذير وتمتد بعد رحيل الوالدين، وهنالك رؤى جميلة جدا لا يمكن لأي حضارة تذكر هذه القيمة إلا حضارة الإسلام ومعرفية الإسلام الإنسانية العليا، وهي على أن ثمة حقوق لأصدقاء الوالد
وأصدقاء الوالدة بعد وفاة الوالدين. هذه الشبكة العلاقاتية الجميلة الإنسانية الراقية في مشاعلها هي تخص جانب تحذيري يحذرنا الشرع منه، لأن ما نعانيه اليوم من ضنك ومشاكل وقلة العمل، فرص العمل وقلة السعادة ربما، وعدم تفتح أبواب آفاق المستقبل الذي نرشده ونتمناه، إلى تقصيرنا بحقوق الوالدين. يعتبر حقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة في الإسلام وكل الديانات السماوية الأخرى، ويتفاوت الحقوق بين أذية الوالدين بقول أو فعل، وصولا إلى النظر الحاد إليهما أو قول أف لهما. يتنافى حقوق الوالدين مع الفطرة الإنسانية السليمة ومبادئ الخلق الحميد، ويعتبر خروجا عن المألوف من القواعد الأخلاقية والإنسانية. وفي الآونة الأخيرة برزت مشكلات اجتماعية وقانونية كثيرة لعب فيها توتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم الدور الأكبر. أغلب المشاكل التي تنشأ بين الآباء والأبناء حسب المختصين تعود إلى سوء الفهم المتبادل، أو قد تكون نتيجة لسلوك بعض الأبناء المنحرف. بينما يقول آخرون بعض المشكلات سببها التفاوت بين الأجيال، ويرجعونها إلى عجز بعض أولياء الأمور عن تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للأبناء. قال الإمام علي عليه السلام: لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أول بذرة بالتمرد وعدم احترام الآخرين أنت زرعتها بنفوس أطفالك. شنو تترجى منهم مثلا؟ شنو تعليل علمه يصير قوي؟ القوة مو بهالأسلوب. أنت دمرت شخصية القدوة عنده، وأيضا دمرت احترام المعلم واحترامه وحبه إليك. وين التعليم؟ وهذا المعلم اللي تحكي عليه؟ طبعا أنت كل أجوبتك جاهزة وعلى شماعة تعلق. أنت تعرف ابنك كان من الطلاعة المتفوقين، بس أنت ما تدري. شغالات الحياة يجوز أخذتني شوية. لا لا لا، مو انشغالات الحياة، انشغالك العاطفي والشخصي والأخلاقي هو اللي أخذك. أنا بصراحة ما جاي أفتهم أي شيء من اللي تقول. إحنا ما تعلمنا على شيء. ضحكتني. ليش؟ خلي رجعك لي ورا شويه واشوفك شلون كنت تتعامل مع ابوك وامك. طبعا هذا الاب المتباكي على الابن العاق له، كان من طلاع الناس اللي عاقين ابائهم، وهسه لما راح اواجهه بالحقيقه راح ينكر كل هاي الادله. الف مره قلت لكم لا حد يتدخل بتصرفاتي، لا حد يتدخل بحياتي، انا مو صغير. يا ولدي احنا غير نريد مصلحتك. مصلحتي بشنو؟ انا اريد حصتي من البيت، اريد اخذها واشتري لي مجتمل صغير ونعيش بيه انا وعائلتي. شلون نبيع البيت واحنا وين نروح؟ تعيشون وياي بالمجتمل الجديد، وكل ما نطي حصتي اخوتي وخواتي وهم يصير عندي بيت وتعيشون واخذكم وياي. هاي هجمت هاي المعلومات. تنكر؟ شنو تريد؟ استقل وحدي وارد تحصل من البيت. وجبرت اهلك يبيعون بيتهم؟ اجبرت، بس شوية كنت عصبي. عصبي بحيث ابوك توفى من وراك وجبتهم عايشتها وياي وداريتها؟ مو صحيح. ابوك توفى من الهم والغم، وامك شمرتها بدار المسلمين. ها عندي احد يداريه. أصلاً كما تدين تدان، وابنك ما سوى اللي سويته بأهلك. بس أريد أصلح،
قل شلون؟ بسيطة، فقط روح لأمك اعتذر من يمها، وأيضا غير سلوكك ويا أطفالك، راح تتعدل حياتك كلها. البطل أمير شلونك؟ شنو علاقتك ويا أبوك؟ حياتي ما بس ترى بالله حقوق الوالدين من الكبار، فلازم تروح وتعتذر من يمها. طبعا احب الوالدين يعاملوني كأب، وصار بديت اعيش حياتي بعيد عنه، ما اريد ارجع للجوار. بس اقول لك هسه هنا ترى كما تدين تدان، يعني باكر عقبه تتزوج ويجونك اطفال راح يسوون فيك مثل ما سووا لي يعرفونك. طبعا ألوف الحالات مثل هذه الحالة اكو تنافر ما بين العلاقة بسبب سوء الفهم اللي يصير ما بين الأب والابن، والاثنين يشتكون، لكن المسألة بسيطة جدا، ضروا آبائكم يضركم أبنائكم. سامحني يما، جيت يما اليوم ما اخذك راح اخدميك واباريك واداريك يا يما، سامحني يما.